استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الإقضابية معالي الجنرال برايتشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة رسمية من سموه. أقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء مملكة تايلاند لدى وصوله إلى قصر الإقضابية، حيث عزف السلامين الملكي التايلاندي والوطني البحريني. على الشرف سلام مملكة تايلاند وسلام مملكة البحرين. سلام. ثم تفقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر ورئيس وزراء مملكة تايلاند حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما. بعدها صافح رئيس وزراء مملكة تايلاند الوزراء والمسؤولين في المملكة، فيما تشرف أعضاء الوفد الرسمي التايلاندي بالسلام على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
قام رئيس وزراء مملكة تايلاند بالتوقيع في سجل كبار الزوار. وفي معرض ترحيب سموه بزيارة رئيس وزراء تايلاند، أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الثقة بأن زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للبحرين ستضيف بعدا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، فيما أكد رئيس وزراء تايلاند أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يعد قائدا رمزا في الحكمة والحنكة، يحظى بالتقدير والاحترام والتكريم من الجميع. وهنأ رئيس الوزراء التايلاندي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكريم سموه من جامعة الدول العربية لإنجازاته التنموية التي يعكسها ما وصلت إليه البحرين من مستويات متقدمة في مختلف المجالات التنموية والحضارية. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات البحرينية التايلاندية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول القائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، لافتا سموه إلى تطلعه نحو تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما وصلت إليه مملكة تايلاند من مراحل متقدمة من النمو والتطور في مختلف المجالات التنموية، بما يجعل المجال أمام تبادل الخبرات بين البلدين مفتوحا وشاملا، مستذكرا سموه بالتقدير إسهامات الجالية التايلاندية في مسيرة النهضة بمملكة البحرين. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند جملة من الموضوعات ذات الصلة بالتطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان بأن تطورات الأوضاع تتطلب مزيدا من التعاون بين دول المنطقة ومجموعة آسيان فيما يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار ومد آفاق التعاون والتنسيق على كافة المستويات والانتقال بالعلاقات الخليجية الآسيوية إلى مستويات أكثر تقدما. من جهته أعرب معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص على تعزيز العلاقات والتعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند، وما يتبناه سموه من مبادرات خيرة لفتح آفاق جديدة للعلاقات الخليجية التايلندية، مؤكدا أن مملكة البحرين تعد الصديق الأبرز لمملكة تايلاند في المنطقة، وهذه الصداقة تستمد قوتها من توجيهات ورعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.